التواصل يستمر ونحن مستمرون في انطلاقات هذا الصباح شوطنا العشرون، وهو يحمل الجعدان الحقائق في أرضية ميدان دستور لسباقات الهجن العربية الأصيلة، أحد أذرع وأفرع المرموم الذي تنطلق فيه خصيصا هذا السن، سن الحقائق ونادي دبي لسباقات الهجن. من يقدم هذا التنظيم الرائع دائما للمشاركين والمنطلقين؟ انطلق الشوط العشرون وانطلقنا كذلك لنوصف لحضراتكم ونعطيكم الوصف التفصيلي عن ما يدور من تبادل المراكز والتنافس. التنافس باين من البداية، ولكن هذا هداد سعيد بن محمد بن فالح الشامسي على راسي حربة الشوط، وشعار بالقرين وبن زيتون، ولكن بالقرين مع عالي اللي في المركز الثاني، محمد بالقرين بن علي العامري على ثاني المراكز، محمد بن عتيج بن زيتون يقدم النهر على المركز الثالث والمركز الرابع. من الجانب الآخر هذا يتقدم الفارس علي بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي على رابع المراكز، المركز الخامس يتواجد فيه عشاق لعلي بن لاحج الحلامي، المركز السادس في هذه اللحظة يتقدم في هذه اللحظة شاهين مطار بن حمد بالخيار الشامسي، المركز السابع أيضا يعود باللاحج مرة ثانية مطار بن لاحج الهاجري اللي تقدم في هذه اللحظات. نعم المركز الثامن ياتينا هناك تدخل على هذا الانطلاق، لكن باخذ الحميري برق بخيت بن حمدان الحميري يقدم برق، وهناك شعاري بن حضيرم الدرع احمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم الكتبي، والمركز التاسع مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات هذا هو غازي ولا مذخور، هذا مذخور يتقدم احمد بن راشد بن سيف الغفلي، والمركز العاشر هنا الباسل احمد بن عبيد بن سعيد الخاطري. هذه النتيجه للعشر المراكز من الجعدان في هذا المسار وهذا اللقاء، ولكن عودتنا مره ثانيه الى المراكز الاولى ولوحه ال 1200 ولوحه الاعلان، ونسير مع المقدمه هداد لا زال مسيطر مع بن فالح الشامسي، سعيد بن فالح الشامسي على راس الحربة، ولكن الدرع من الجانب الآخر أحد شبابنا أحمد بن راشد بن سويدان بن حضير من الكتبي يقدم الدرع، وبالقرين يقدم عالي محمد بالقرين العامري عالي على المركز الثالث. يا سلام، أما المركز الرابع هذا عجيب، مطر بن غدير بن سعيد الكتبي ياتي مع عجيب على رابع المراكز، وبن زيتون يقدم الفنون مع النهر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الله يا سلام، أعود إلى التنافس، أعود إلى الأثار، أعود إلى 600 متر الأخيرة اللي يتصدر لا زال هداد سعيد بن محمد بن فالح الشامسي مصر على البقاء في هذا الموقع، ولكن التنافس وارد، وهذا عالي بالقرين كذلك ينطلق على المركز الثاني ما شاء الله تبارك الله، محمد بالقرين العامري وابن سويدان بن حضيرم. يا سلام، وهناك ايضا بن زيتون النهر مع بن زيتون وابن فالح الشامسي وابن حضيرم، ولكن بالقرين راعي الخشمه بالقرين ينتزع ناموسي هذا الشوط. ابو حمد بعالي الامتار الاخيره، حرك يلا، جوله الاوامر. سلام وتحيه، سلام وتحيه محمد بالقرين بن علي العامري على هذا الفوز. المركز الثاني هداد سعيد بن محمد بن فالح الشامسي، المركز الثالث محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، المركز الرابع احمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم، والمركز الخامس بخيت بن حمدان الحميري. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نعود الى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته بالاثاره الحاضره في ميدان المرموم، مع مخرجنا وبالقرين اللي انتزع ناموس هذا الشوط 4 دقائق 24 و3 اجزاء من
أو 28 عفوا 4 دقائق و28 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا محمد بلقرين العامري على هذا الفوز، 4 دقائق 28 9 أجزاء. المركز الثاني من حل فيه حداد سعيد بن محمد بن صالح الشامسي، والمركز الثالث 4 دقائق 29 بالوفاء والتمام مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا تهانينا للجميع.